تواصل الدولة المصرية جهودها من أجل توطين صناعة الدواء خاصة الأدوية الحيوية والاستراتيجية، وذلك ضمن خطط استراتيجية طموحة للغاية تسعى هنا إلى جعل مصر مركزا إقليميا في هذه الصناعة، خاصة وأن هذا الملف يعد أمنا قوميا ويعد أولوية قصوى في ظل المتغيرات الصحية التي ترتبت كما تعلمون على جائحة كورونا، حيث سارعت الدولة في حصول على أحدث تقنيات التصنيع العالمية وأيضا توفير المقومات اللازمة لإنتاج الدواء، مع استغلال الفرص بالطبع الفرص الواعدة تحديدا للتعاون مع الشركات الدولية المتميزة من أجل تحقيق التكامل في مجال صناعة الدواء وجذب المزيد والمزيد من الاستثمارات، بما يسهم بالطبع في تقليص الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلي اعتمادا هنا على الشركات الوطنية بالطبع، ودعم التنافسية للمستحضرات الطبية المصرية، ذلك فضلا عن فتح أسواق تصديرية جديدة. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ هايدي، مساء الخير. مساء الورد دكتور. كيف ترى جهود الدولة المصرية في توطين صناعة الدواء خاصة الأدوية الحيوية وأيضا الاستراتيجية؟ يعني وشكرا على المقدمة، لأن هي مهدت لي الطريق، لأن هو فعليا زي ما تفضلتي ملف الدواء هو ملف مهم جدا واستراتيجي للصحة وللاقتصاد في العموم ولصحتنا جميعا. يعني احنا بنتكلم على صناعة في حدود 100 مليار جنيه سنويا. احنا الحمد لله من التصنيع، احنا بنتكلم احنا تقريبا بنصنع 90% من احتياجاتنا. اهم حاجة في فكرة التصنيع هي ال 10% اللي فاضلة دي الأدوية، نسميها أدوية البيولوجيكس أو الأدوية الحيوية، اللي هي احنا محتاجين فيها تصنيع معقد شوية. وده حاليا الدوله المصريه بتعمل شراكات مع الشركات متعدده الجنسيات ان يبقى في نقل للتكنولوجيا الطبيه، بحيث ان احنا يبقى عندنا نفس التكنولوجيا اللي نقدر نصنع بيها الادويه، خصوصا ادويه السرطان والادويه المكلفه داخل الاراضي المصريه. طبعا الملف مهم، لان حتى واحنا بنصنع ال 90% احنا عندنا مواد اوليه برضه بنستوردها، يعني حتى للتصنيع. فمن هنا برضه هيجي الدور الثاني، ان احنا نبقى بنصنع وبنحضر المواد الاوليه كمان اللي احنا حاليا بنستوردها، وطبعا ده ممكن يساهم في ان احنا نقلل شويه استخدامنا للعملات الاجنبيه. طبعا احنا لما يبقى عندنا مصنع المواد الاوليه عندنا جيبتو فارما او الدواء المصريه بتساهم في الشراكات الدوليه ان يبقى في تصنيع محلي للادويه. احنا بنتكلم على تغطيه محليه توصل ل 100% تقريبا على 2030 باذن الله. وفي نفس الوقت زي ما تفضلتي وده مهم جدا، التصدير لافريقيا. احنا دايما حاليا باصين لافريقيا اكثر سوق، سوق عكسنا بالظبط. لو احنا بننتج 90% احتياجاتنا، افريقيا بتنتج 15% فقط من احتياجاتهم والباقي بيستوردوه. فبالتالي لو قدرنا ان احنا نحل ملف التصدير بيبقى فيه سهوله في التصدير، وابتدى يبقى فيه هابس، والموافقات اللي عملتها هيئه الدواء المصريه يعني السنه اللي فاتت والسنه دي، هيبقى السوق مفتوح جدا باذن الله ان احنا نتكلم على اقل ال 100 مليار دول نقدر نضاعفهم، تبقى كمان تصدير في حدود 200 مليار جنيه على السنه الجايه باذن الله، لو حصل تسهيلات في القوانين وتسهيلات في التصنيع باذن الله. بالتأكيد هذا ما يعول عليه. بالحديث هنا دكتور في سياق حديثك عن التصدير بشكل عام وعن السوق الأفريقي، الدولة المصرية قامت كما تعلم بتجهيز بنى تحتية ضخمة للغاية من أجل تصنيع الدواء من حيث مصانع الأدوية، من حيث خطوط الإنتاج. كيف دكتور برأيك ينعكس ذلك في الاستثمار تحديدا في هذا الملف بشكل مستقبلي؟ النقطة دي مهمة جدا وكويس ان حضرتك أثرتيها. يعني احنا المصانع اللي موجودة بيتم اعتمادها دايما من كذا جهه دوليه، زيها زي مثلا الاف دي اي او الغذاء والدواء الامريكيه وبعض جهات الاكريديتيشن للمصانع. طبعا احنا عشان نقدر نصدر احنا محتاجين يبقى كل المصانع تم اعتمادها من جهات الجوده العالميه. حاليا احنا فيها مصانع كثيره طبقا للمواصفات العالميه، فتقدر انها جاهزه للتصدير. بالفعل احنا حاليا بنصدر بنفضل الدول العربيه وبنفضل افريقيا. طبعا احنا بنتكلم لسه، يعني نقدر نقول ان القدره التصديريه بتاعتنا وصلت في حدود 10%. الجهود اللي معموله حاليا الدوله المصريه تارجت طموح جدا ان احنا عايزين نبقى على قد ما احنا بنستورد على قد ما احنا بنصدر، بحيث يبقى في دايما توازن في العمله الاجنبيه، ولغايه ما يبتدي كمان يبقى الميزان في فائض دولاري بسبب تصدير الادويه. الدول الافريقيه حاطه نفس الستاندرد. احنا الحمد لله المصانع اللي موجوده مثلا زي مدينه الدواء والمصانع اللي موجوده على الارض المصريه هي مطابقه المواصفات اللي موجوده في الدول الافريقيه. حتى برضو يعني حاجه من الحاجات التمهيديه، احنا ابتدينا نعمل نقل تكنولوجيا لبعض البلاد اللي موجوده في افريقيا.
سيادة الرئيس أطلق مبادرة رئاسية لعلاج الأفارقة، الأخوة الأفارقة من فيروس سي، وابتدينا نعمل ورنا التكنولوجيا لصناعة الأدوية لفيروس سي. فبالتالي احنا بنمهد دايما الجهود ان احنا يبقى فيه استعداد للسوق الافريقي ان هو يعتمد الادويه بتاعتنا اول ما ان شاء الله يبقى فيه مصانع للمواد الاوليه زي ما كنا بنتكلم. الاكتفاء الذاتي بتاعنا 90%، عايزين كمان يبقى فيه الادويه الحيويه تبقى كمان موجوده اللي هي الاسينشال ليست والبيولوجيك تريتمنت، بعد كده يتم التصدير. طبعا الخطه ما بتحصلش في سنه او بتحصلش يعني في شهور قليله، بالتاكيد الخطه على مراحل، بتبقى فيه خطه خمسيه، وحاليا الخطه محطوطه لغايه 2030 ان احنا ان شاء الله نظبط الاستيراد والتصدير. واهم حاجه واكتر حاجه مهمه هي فكره ان احنا يبقى عندنا مواد اوليه، ان احنا بنعتمد حتى الان على الهند والصين في استيرادها، وساعتها احنا مكان نقدر نبقى هب لاوروبا كمان. احنا حاليا التعاقدات ان احنا لو قدرنا يبقى عندنا مصانع مواد اوليه، نعم التصدير ما يبقاش بس لافريقيا ولكن كمان يبقى للدول الاوروبيه اللي هي حاليا الادويه عندها غاليه جدا بسبب الاستيراد من الهند ومن الصين. نعم نعم دكتور، نسمعك جيدا. نعم تمام. وطبعا دكتور، نعم، بدون مقاطعة حديث حضرتك الشيق، يعني تحدثت هنا بشيء من التفصيل عن ميزان القدرة الاستيرادية والتصديرية، أنها بحاجة إلى شيء من التوازي وأيضا الاتزان. ذكرت أيضا في سياق حديثك دكتور مدينة الدواء. مدينة الدواء كما تعلم تعد هنا مركزا إقليميا بامتياز لصناعة الدواء على أرض مصرية بامتياز، هي من أكبر المدن الدوائية طبعا على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى أفريقيا أيضا. كيف ترى دكتور تأثيرها هنا على تحقيق الأمن الدوائي للمواطن المصري بشكل خاص؟ يعني طبعا مدينه الدواء ومن ساعه ما افتتحت، يعني سياده الرئيس افتتحها، الفكره بتاعتها هي فكره مهمه للغايه. هي فيها حاجتين، اول حاجه التصنيع الادويه المحليه اللازمه اللي احنا بنقول عليها الاستراتيجيه، ادويه الضغط وادويه السكر، ودي حاليا المرحله اللي تم تنفيذها، وحاليا بالفعل في الاسواق منتجات بانتاج جيبتو فارما او مدينه الدواء المصريه. نعم. المرحله الثانيه ان يبقى في شراكات مع الشركات متعدده الجنسيات اللي احنا كنا معتمدين دايما ان احنا بنستورد ادويتها دولاريا من بره بالخارج بالكامل، احنا نتفق معاهم ان هم يصنعوا الادويه بتاعتهم جوه جيبتو فارما. طبعا الموضوع ده ونقل التكنولوجيا الطبيه عشان يبقى في تصنيع دوائي بياخد يعني سنين، احنا الحمد لله قطعنا فيها شوط كبير، وبالفعل تم الاتفاق مع شركات سويسريه وشركات امريكيه، وابتدينا بحاجه بيسموها السكندري باكجنج او التصنيع النص تصنيع للادويه. طبعا احنا دي معناها ان احنا اوريدي بقى عندنا ايدي عامله بقت عارفه تتعامل مع الادوات اللازمه عشان يعرف ان هو يصنع دواء معقد. بقى عندنا آليات موجودة للتصنيع ما كانتش موجودة قبل كده، عرفنا إن إحنا ناخدها من الشركات اللي موجودة بره، عرفنا في نفس الوقت يبقى عندنا نتائج وأدوية مرخصة، نقدر إن إحنا نبقى مركز في يوم من الأيام لتصدير الأدوية دي للشركات المالتي ناشونالز أو متعددة الجنسيات لبقية الدول. نعم. إحنا بنتكلم على مشروع مراحل متعددة، على 2028 هيبقى في مصنع كمان لل بنسموها البيولوجيكس او ادويه السرطان والادويه المعقده في التصنيع. ساعتها هيبقى ده اول مصنع بيتفتح في شمال افريقيا وفي افريقيا بهذه الكفاءه. احنا ان شاء الله يعني الحمد لله احنا طبعا من قديم الازل مصر هي اول دوله مصنعه للدواء في الشرق الاوسط، واكبر عدد مصانع في الشرق الاوسط، واكبر قدره تصنيعيه موجوده حتى الان الحمد لله، يجي بعدين السعوديه والاردن. عايزين كمان ان شاء الله، وده التارجت باذن الله، واللي كان الرئيس قاله في المؤتمر السنه اللي فاتت، ان احنا كمان يبقى اكتر دوله تصديريا في الشرق الاوسط للادويه، لان احنا اوريدي عندنا مصانع كتير. نعم. وانت ان شاء الله زي ما قلنا الميزان التجاري يظبط وهو في طريقه لكده ان شاء الله، باذن الله الخطه دي هيبقى الطريقه للتنفيذ باذن الله. طيب دكتور، تحدثت هنا عن شراكات مع شركات عالميه، برايك ما هي الخطوات المطلوبه هنا لجذب شركات عالميه الى مصر من اجل الاستثمار في هذه الصناعه تحديدا، وايضا فتح اسواق للتصدير في منطقه افريقيا والشرق الاوسط كما تعلم دكتور؟ دي نقطه مهمه. خلينا نقول ان مثلا احنا يعني تخفيض قيمه العمله صحيح ليه مساوئ بنتكلم عليه كتير، بس دي من الحاجات اللي خلت التصنيع واليات التصنيع تعتبر في مصر ارخص من الدول اللي حواليها، فبتخلي ده يعني جهه جذب للشركات معدد الجنسيات انه يقدر يصنع في مصر، وتكلفه الدواء ما يطلعش قد ما بيصنع في اي دوله اخرى، محتاج يدفع مرتين او ثلاثه ثمن العماله او مرتين وثلاثه ثمن ايجار الارض. التسهيلات الموجوده من وزاره الاستثمار حاليا لبناء المصانع وللشركات معدد الجنسيات انها تيجي تفتح مصنع ادويه
دي بتخليها عندها يعني قدرة إن هي تقدر تعمل هب أو تعمل مركز موجود في مصر للتصدير. حاجة مهمة كمان إن مصر عندها الخبرة الكافية إن هي تقدر تفتح مصنع أدوية بسهولة، لأن إحنا من العشرينات وإحنا ابتدينا يبقى عندنا مصانع أدوية، إحنا أقدم دولة في الموضوع ده. الشركات معدية الجنسيات أوريدي بالفعل من زمان كان عندها مصانع، مش بتصنع يمكن كل الأدوية بتاعتها هنا، ولكن هم ليهم فوت برنت وعندهم أوريدي أرض صلبة إن هم يقدروا يبنوا عليها، يبقى عندنا كمان بقية المصانع وبقيه الادويه المعقده. زي ما قلنا احنا صحيح يعني احنا بننتج يعني 90% من انتاجنا، بس ده تقريبا نصه جاي من شركات متعدده الجنسيات ليها مصانع موجوده على الاراضي المصريه. ال 10% للاسف هي دي طبعا معظمها دولار، وهو ده اكبر بادجت. يعني احنا بنتكلم على ان ادويه السرطان بتتكلف تقريبا، احنا بنشتري في حدود 2 مليار جنيه كل سنه تقريبا، نعم. بنتكلم ان معظمها حصيله دولاريه. هو ده اكتر فوكس احنا محتاجين نركز عليه، زي البلازما اللي تم طرحه مثلا. في مشروع البلازما برضه الهدف منه نفس الفكره، ان احنا يبقى عندنا ادويه بدل ما كنا بنستوردها بالكامل بالدولار، احنا حاليا بمشروع التبرع بالبلازما يبقى احنا بنصنعها كلها، المرحله الاولانيه ما بين مصر وبين اسبانيا، المرحله الثانيه يبقى كلها بالكامل بداخل مصر باذن الله. بالتأكيد هذا ما نرجوه، وبالتأكيد الأحلام تصبح يوما ما حقيقة بكل هذه المجهودات، وبالطبع الاتساق في القدرة التصديرية والاستيرادية في آن واحد. شكرا جزيلا لك، كان معنا دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة. وصلت الصورة بكل